حمو يلا حمو. أمر علم بوري هات لي عناب وشيش. من عنام معلم بولا الراجل الطازه. نقول لك ايه؟ ما شفتش مندي؟ هنشوفه لك ونجيبه لك حالا. ماشي. انا الاثنين. عندك واحد عناب متلج ومعسل حامي يجي للسد. على فكرة مندي الرئيس بوري عاوزك بره. ماشي يا حمد. ايوه جاي. ده مين يا رئيس بوري؟ ايه ده؟ ايه اللي انت عامله في روحك ده يا مندي؟ زي ما انت شايف كده. انت شايف ايه؟ ها؟ تطلب حاجة تشربها ولا نسوق حاجة على كيفي؟ اشتغلت هنا ولا ايه؟ ايوه جاي. الشاي. تسلم يا ريس. اشتغلت هنا بجد؟ الله، وانت لا مؤاخذة شايف حاجة غير كده؟ لا بقى، الكلام هنا مش هينفع. كلامي ولا مؤاخذة يا ريس بوري؟ مش كنا اتفقنا تاخد الفلوكة بتاعتي تصلحها وتنزل بيها البحر؟ واني رفضت وخلاص، اتعلمت الصنعة هنا وخلصت القصة على كده. لراحك يا مندي. ايه نجيب لك حاجة تشربها بقى؟ ده انت طول عمرك راجل صاحب واجب. تشربوا ايه بقى؟ سك على المطلوب. انا ماشي. سك على المطلوب. يعني يا مندي السلام عليكم علي فلوف. وعليكم السلام. اهلا ازيك يا معلم جابر؟ الحمد لله. تعال نقعد هنا. اتفضل. يا اهلا وسهلا. تشرب ايه بقى على حسابي؟ لان بقى لك ياما ما جيتش هنا. الواد حمو عارف طلب. في حد سأل عليا؟ الحمد لله على السلامة يا عم جابر. مندي. ايه بعد اذن المعلم شلوفة، تحب تشرب ايه؟ ايه اللي انا شايفه قدامي ده؟ انت بتشتغل هنا ولا ايه؟ ايوه. وليك عين تقولها؟ الله الله الله، في ايه يا معلم جابر؟ في كتير يا معلم شلوفة. ما هو ده كان ابن اخويا مخه طاق، واجب عليك توعيه. اشتري خط يا اخي. هو الجدع عمل ايه غلط بس يا معلم؟ على رايك يا معلم، هو اللي انا عملته ده عيب ولا ايه يا عمي؟ عمي اذا كنتش تاخد بعضك وتمشي من هنا طوالي هيكون لي تصرف تاني وياك. لا مؤاخذه بقى يا عمي، انا اشتغلت هنا بكيفي وما تعودتش انني ناخد اوامر من اي حد في حاجه تخصني كده. برضو يا مندي. الله، هو الشغل هنا عيب ولا ايه يا معلم؟ ما قلتش الشغل هنا عيب، بس كل واحد ومامه. ده كلام كبير قوي، والكلام ده بقى هيزعلني ويخليني امنع الواجب اللي كنت هنوجبه معاك. واني طول عمري ما احبش حد يوجب عليا، اذا كنت عملتها مره ولا اتنين فده قصاد واجب كتير قوي عملته في القهوه دي. لا بقى يا معلم، ده انت كده هتعدي الخط الاحمر بتاع الكلام، وده هيزعلني، وعشان ما نزعلوش هقول لك بالاذن. بالاذن. معلم شلوفه. خلاص. ما كلوش لازمه اللي انت عملته ده كله يا عمي. كلو لازمه ونص. ما بعملتك دي عليت العيله. ازاي واحد من العيله يروح يشتغل بعيد عن البحر؟ وايه؟ اهواجي. لا اله الا الله. جرايه يا عمي. الشغل له عيب ولا حرام؟ ولما الشغل له عيب ولا حرام؟ اني اولى بيك بقى ولا عمك يبقى تاجر سمك قد الدنيا وعنده محلات وهلمه وتروح تشتغل بره؟ الله، طب ماني طول عمري شغال بره وطول عمري شغال لحسابي. كنت سايبك عشان كنت بتشتغل في البحر. كرنا من يوم ما وعينا على الدنيا يا ابن اخويا. بس اللي ما تعرفوش بقى يا عمي واللي لازم تعرفه دلوقتي،
انني خدت عهد على نفسي انني هنبطل كار البحر ده خالص، وخصوصا بعد ما مات صاحبي. خلاص تعال امسك محلاتي، تاخد بالك من مالي، على الاقل هتخاف عليه وهو يبقى مالك بعد ما ربنا يفتكرني. حسك في الدنيا يا عمي، ربنا يديلك طول العمر. قصدك ايه؟ قصدي تحب نجيبولك ايه تشرب؟ الله، انت بتقفل باب الكلام عليا يا ابن اخويا. طب اقولك ايه؟ احنا مش هنيجي القهوه دي طول ما انت بتشتغل اهواجي فيها. راحتك يا عمي. وانا حمو اقبر يا معلم جابر، في تجار هيجوا يسالوا عليا، قول لهم ان فهو كمونة. كمونة كمونة كمونة. أنا كنت عارف اللي جاي، واني ما كنتش نعرف ان انت طفشانجي ومياس. طب قولي مساء الخير الاول. وهيجي بقى منين الخير وانت مخلي راسي قد السمسمه؟ ليه بس يا زغدانه؟ ليه بس يا زغدانه؟ طب ومقام المرسي؟ انا لو كنت نعرف مطرحك فين كنت جيت طبقتها فوقنا فوقك ومشيت. عموما انا مطرحي دلوقتي في بيت الرئيس بوري. والرئيس بوري بتاعك ده بقى ساكن في سرايا في راس التين، لازم كل الناس يعرفوا مطرحه فين. لا يا اختي، مش ساكن في سرايا في راس التين ولا حاجه، ساكن في بيت صغير في حاره الشيخ صالح على امه شارع الحجاري. وكفايه تريقه بقى، عشان انا مش ناقص واللي فيها مكفيني، وانا ساكن عنده في اوضه صغيره في البدروم، اوضه على قد الحال. حالك منيل باذن الله. ايوه كفاياكي بقى يا زغدانة، أنا مش ناقص بجد. واني كمان مش ناقصة. بقولك إيه، كفاياك لف ودوران معاي. لف ودوران إيه بس؟ أمال اللي أنت بتعمله معاي ده هتسميه إيه؟ الله، يعني أنت عايزاني نيجي نخطبك من أبوكي واني عوطلي زي ما قلتي؟ أنت لقيت شغلة؟ أيوه اشتغلت، هو ده اللي أخرني عليك. أخص عليك يا زغدانة، أخص عليك عليكي كده برضو تسلمي الواد مهندي. شفتي بقى ظلمتيني ازاي؟ وبعدين عماله تولويلي كده زي ما اكون غبت عنك سنه بحالها. معلش ما تزعلش مني، اصلاني طبيعي وحش، نزعل بسرعه ونفرح بسرعه، بس لما بنزعل بقى الدم بيطق في نافوخي، وبصراحه كده يعني بنعمل حاجات ما ببقاش عايزه اعملها، بس اهو بعملها والسلام. مالك رافع لي حواجبك وظاهر لي كده ليه؟ معرفش، بس قلبي حاسس كده انك عامله سودة وعايزه تقوليها لي. ايوه عملت. طب ما تنطقي، هببتي ايه؟ قلت الواد حودة اني موافقه اني نتجوزه. انت بتقولي ايه؟ ما تزعلش مني يا مونت، اصل اني كنت متغاظه قوي، حسيت ان انت ضربتني بالقلم قدام كل الخلق، وخصوصا بقى قدام ابويا وامي. كنت عمال اقول عنك كلام حلو، الكلام ده انت ما تستاهلوش، فلما اتغصت قلت لحودة اني موافقه بيه. بالهنا والشفا يا اختي، والفرح امتى ان شاء الله؟ هنبقى نعزمك. انا ما بنهزرش يا بت.
الله، واني كمان ما بنهزرش. ما بتهزريش، ده ايه؟ ده انا كنت نشرب من دمك. بأمارة ايه يا اخويا؟ بأمارة اللي انا عمال نعمله علشانك. اصل انت ما تعرفيش انا ضحيت بايه عشان خاطرك. الله، طب ما تقول. خلاص بقى يا اختي، خلاص ما بقاش يجي منه. يلا يا شطرة روحي انت اتجوزي حودة ولا تهببي ولا غوري في 60 داهية. مونتي، عايزة ايه من زفت؟ أنا قعدت مع أبويا وعارف إني عايزاك أنت. فات أوانه خلاص يا زغدانة. ما تهدم مر بقى. اسمعي بنت الناس، شوف مصلحتك. مصلحتي معاك أنت يا ولد. أمال حودة اللي أنت قلت له إني هنتجوزك ده إيه؟ حودة ما فيش مشكلة، هنقول اني مش عايزاه. يا سلام، لعبة هي. طب وانا اعمل ايه؟ ما انا كنت متغاظة وما لقيتش حل غير كده. يلا بقى اقعد عشان تحكي لي ايه الشغلانة اللي انت اشتغلتها. مش قاعد. احكي لي اشتغلت فين؟ اشتغلت في قهوة بحري عند المعلم شلوفة. يا لهوي، اهواجي يعني؟ الله، هتولولي على الاهواجي كمان؟ مش كربوكي ده؟ كربويا كان بحار واشتغل اهواجي بعد الانجليز مع الجزوب. يعني معنى كده بقى ان ما بقاش فيه فرق بيني وبينك. قصدك ايه؟ قصدي مرة واحدة اهواجية اتجوزت واحد اهواجي خلفه براد صغير. ها 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 ها. هاي دي نكتة دمها اتقل من الشاي اللي بنشربه عندك. مش اتقل من دمك بقى. يا رب يا رب، انا عايز اسيب الشغلانة دي اتجوز واحد بيشتغلها، ده ايه ده؟ انت بتقولي ايه يا بت؟ اياكش مفكرة انني بعد ما نتجوزك هنسيبك تشتغلي. لا، احنا بنروح نشحته سوا على باب الاباصيري ولا ابو العباس. الله، ليه الكلام ده بس؟ هو انت لا مؤاخذه هتتجوزي واحد عويل ولا ايه يا شيخ؟ بقى روحت ليه كده بلا خيبه؟ قالوا جاي فرحان قوي انك لقيت شغلانه، تقولش جبت تجيب من دلو. يا زغدانه يا زغدانه، اي حاجه تسد لغايه الحال ما يتعدل. يتعدل فين؟ من القهوه والشيشه هو واحد شاي وصلاحه. يا بت انت لسانك ده ايه؟ متبري منك؟ مش عاجبك حاجه ابدا؟ ده ايه النصيب ده بس يا ربي؟ ماله نصيبك يا اختي؟ بقول لك ايه، سيبني في حالي بقى ومالكش دعوه بيا خالص. وهو انت بس اللي يبقى لك دعوه بيا؟ امال هيبقى لي دعوه بمين بعد ما هتبقى راجلي؟ فوتك بعافية. ايه؟ على فين؟ مالكش دعوة. طب ما تقعدي يا زغدانة شوية، ناخد وندي. للعلم بقى، أنا وأبويا وأمي هنروح نقعدوا عند حودة وهنسيبوا العشة بتاعتنا. إيش معنى؟ مالكش دعوة. ما تسيب إيدي. مش هنسيب إيدك، ولما نكلمك تردي عليا عدل وتقولي لي ماليش دعوة إزاي؟ إذا كنت أنا رايح نخطبك دلوقتي. بتقول إيه؟ هنروح نخطبك دلوقتي. يبقى رجلي على رجلك ودلوقتي حالا. لا، مش عالحامي كده. اديني بس ساعة زمن واحدة نروحوا البيت نستحموا ونهلق دقني ونلبس هدمة نظيفة. لحسن ابوك وامك يقولوا انه عريسك ده مش قد كده. اللي يقول يقول،
المهم أني يا ولا وعيوني شايفاك ازاي. أني شايفاك أحلى وأحسن راجل في الدنيا. آه من عيوني بدول، هم عيوني بدول هم اللي مطولين علي الليل. على رأيك يا شيخ سيد، على قد الليل ما يطول مسترضي بسهري ونوحي في حبي يلي من أول ما شوفي تتردي ما تجيلي واحدة. واحدة ايه؟ قطة. قطة؟ قطة. القطة دي؟ دم دم يا بنت ال... يا بنت الكومي. أخ يا سكتان على غيابك ده. مساء الخير يا ام. ايه يا بيت، انت كنت فين لحد دلوقتي وسايباني ليس الوقت؟ فكي البقجة دي يا ام، احنا مش هنتعتعوا من هنا. ايه يا بيت، انت جاية منين كده ونفشريشك على الاخر قوي؟ من عند مونتي. يا نصبتي عليكي وعليه. مصيبة ليه بس يا ام، مصيبة ليه؟ ده الجدع ابن حلال وبيحبني وجاي يخطبني بعد ساعة واني موافقة. يخطبني؟ يخطي عليكي عليكي بقى. الصبح تبقي موافقة على حودة وبالليل توافقي على موندي. انت يا بنت ايه، مخك ده هيجيب لنا الكافية. لكن هيجيب لي اني بقى السعد والهنا كله. اخ يعني يا بنت، انت جرالك ايه؟ جرالك ايه؟ سايبه الواد يلعب بيكي بالشكل ده وانت تلعبي بمية زيه؟ عشان بنحبه يا امه. ارتحتي؟ وهو يا عين امك بيموت في دباديبي والتراب اللي بمشي عليه. من الاخر بقى كده يا امه، انا هنتجوز مونتي وهيجي يخطبني من بيت ابويا، ولا عايزاه يخطبني من عند حوده؟ من حوده واللي هيجرالك منه بعد ما عرف انك انت هتتجوزيه. وانت قلت له ده بنفسك، عاوزاه يجي ويعرف انك انت هتتجوزي موندي. ياما موندي عنده ظروف، ما كانش بيشتغل. يعني معقوله يجي يطلبني منكم وهو عاطل؟ انا كنت فاهمه غلط زيكم كده بالظبط. اما بقى اذا كان على حوده فخلاص بقى، اللي حصل حصل. اللي حصل حصل، ده لسه هيحصل. طب اصبري اصبري لما يعرف وبعدين زفي له الخبر. يعني هيعمل ايه يعني؟ يعمل ايه؟ ده قليل اللي ما خدنا كده وسلمنا للجيز عشان يضربونا بالمدافع. يعني بعد ما كان حامينا. لا ياما، ما احنا هنروح نقعده عند موندي بعد ما يجي يخطبنا. قوليلي فين الفستان ابو ترتر؟ وكمان بترتر والكحله بتاعتي عايزة اتكحل واتسوق قبل عريسي ما يجي يخطبني. ايوه. طيب يا زودانة، اما بطلتك حكاية العض دي وبعد كده بقى لو انت عضتي انا حناكلك.
إيش 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 ده؟ إيه الروقان والغسيل وجوابات كمان؟ إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سيموندي، كنت ناوية أن أقول لك أني مين، لكن واني بنكتب الجواب قلت لا، حسيبك تفكر وتسأل قلبك. هي بقى فيها قلبك؟ سامحني اني دخلت اوضتك من غير ما نستأذنك. أصلها كانت محتاجة ترويق، أصلها كانت محتاجة ترويق، وكمان هدومك كانت محتاجة ترويق. ترويق هدومك كانت محتاجة غسيل. كفاية كده النهاردة وبكرا نكملوا كلامنا. هي لسه فيها بكرة وبعدها لك معايا يا بلطية. موندي ابن اخوك ده عندي ودماغه ناشفة، قلت لك خده بالسياسة يا سي جابر. سياسة ايه وهو داخل عليا قدام الناس شايل صينية عليها مشاريب؟ ما هو يمكن لما جه هنا وما لقاكش كان جاي لك في شغل، وبعدين لما الدنيا قفلت راح اشتغل في القهوة اللي بتقول عليها دي. ملمينة مليانة شغل والحلقة كمان، يسيب ده كله ويروح يشتغل قهوتي؟ كنت عايز يعمل ايه يعني يابا؟ يستناني لما ارجع، ولا هي الدنيا طارت؟ ماني طول عمري بقول له من يوم ابوه ما مات تعال اشتغل معايا، شيل الشغل معايا، هو ابدا غاوي شقة وتنطيط من هنا لهنا. نصيبنا كده بقى. يابا انتوا بصراحة كده اللي تعبكم مش منجو ولا حكاية انه بيشتغل قهوتي، اللي تعبكم من ناحيته وشغل بالكم هو جوازي منه. الله، طب وفيها ايه يا بنتي؟ ما هو لما هيرتاح هيريحك. يا بنتي احنا عارفين مصلحتك كويس. اللي ما تعرفوش ياما ان مولدني صارحني بينه وبينه وقال لي انه مش ناوي يتجوز دلوقتي الا بعد ما يسافر ويرجع. يا بنتي بوندي ده لو كان عايز يسافر كان يروح يشتغل قهوجي. اقطع دراعي ان الحكايه دي وراها موضوع كبير ولازم نعرفه. ما الحكايه باينه زي الشمس اهي، تلاقي واحده مايل الدماغ وعايز يتجوزها، والواحده دي تلاقيها بنت بوري اللي هو ساكن عنده. يما نصيبنا كده، لكن منذ هيفضل ابن عمي. الحكايه دي ما يتسكتش عليها. هتعمل ايه يعني؟ هتجوزها له غصب عنه؟ لا، بعد اللي سمعته ده هشيل موندي من دماغي خالص. زوبة ان شاء الله ربنا هيعدلها لها بعيد عن وشه. ايه يا اخويا قدامك حد؟ ولا غلبان، ابن ناس طيبين وعلى قد ايدنا. تعرفه كويس؟ ايوه اعرفه كويس، الولد بسارية ماسك حسابات الشغل. بسارية؟ الله يكسر بخاطرك يا موندي زي ما كسرت بخاطرنا وحوجتنا لبسارية. يا ترى يا ربي ده هو ولا لا؟ حبوبي يا عين الحبوب من جوا سبب وعدي وما متشكر يا بلطية. ايوه طعم يعني ولا
هو ايه ده اللي ولع؟ لا انا عارفه، اكلي طعمه زي السكر، مش كده والنبي يا سيموني؟ هو من جهه الطعم طعم قوي، وانا متشكر على تعبك. تعبي؟ تعبي ايه بس يا سيموني؟ ده انت تؤمر. لا مش تؤمر، انت بس تقشر، ولا اقول لك من غير ما تؤمر ولا تقشر انا كل يوم هنجهز لك الاكل. يا ست انتي، انا لا هنؤمر ولا هنقشر ولا هناخده منك اكل تاني، عشان بصراحه بقى الكلام ده مش هينفع. يا اختي عليك حلمة ايه؟ طب وايه بس اللي مش هينفعه؟ انا متاكده انك هتغير رايك اول ما دوق طاجن السمك بتاعي. ما قلتلك اتعشيت يا بلطيه. اطمن يا سيموندي، المره دي ابويا عارف. طيب كويس قوي ان ابوك عارف، عشان انا بعد كده هنقول له ما يخليكيش تعملي كده تاني ابدا. يا لهوي، ده لو عرف كان يقطع رقبتي. اصله كان حرج عليا انني نعمل صينيه السمك، بس هو اللي نزلها لك. وانت بسلامتك ما سمعتيش كلامه ليه؟ اصله هو عوق، فلما عوق اني كنت بصه فلمحتك وانت داخل، فقلت نيجي احنا نجيب لك صينيه السمك. ما كانش في داعي تتعبي نفسك وتكسري كلام ابوكي. وبعدين تقدري تقولي لي، هتردي تقولي له ايه لما يسالك خدي صينيه الاكل دي يا شاطره واطلعي؟ لا، لو انت قلقان من ابويا ما تقلقش، انا هنتصرف. يعني ممكن نقول له البت زينه المفجوعه كلت السمك بحاله، ولا لا؟ اصل ممكن يسال زينه. اقول لك، هنقول له القطه دخلت كلت صينيه السمك بحالها، ولو مش مصدقني يبقى يسال القطه. اهم حاجه بس انت تاكل وتغذي روحك. اسمعي اما اقول لك، انت تقولي لابوك اللي انت عايزاه، قولي له القطه كلت الكلب كلب، بس انا مش هناكل. وبعدين احنا يا بطيه مش اتفقنا المره اللي فاتت ان الكفته تكون اخر حاجه؟ انت قلت، لكن انا ما وافقتش. اصل كده يا بطيه جمالك هتكتر قوي، يعني هيبقى اكل وغسيل هدوم وترويق الاوضه. غسيل الهدوم وترويق الاوضه؟ اصلاني بنلمح عشان الحادق يفهم، بس الحادق ما بيفهمش. يعني مثلا لما واحد ينظف المطرح لواحد، او واحد يغسل الهدوم بتاعت واحد، او واحد يعمل صينية جمبري لواحد، مش المفروض الاولاني يسأل نفسه يا ترى التاني بيعمل كده ليه؟ لا مؤاخذة يا بطيء، انا ما فهمتش ولا كلمة باللي انت قلتيه. بره منك، ده انت فاهم كل حاجة. انت مش قلت لابويا انك ناوي تتأهل، صح؟ صح، قلت له انني ناوي نتأهل، بس لا ما بسش ولا حاجة. وحياة المرسي، احنا بنشتري راجل. اشتري راجل؟ لا اسمع اما اقولك، خدي صينية الاكل بتاعتك دي واطلعي كليها بالهنا والشفا. يا خرابي عليك حمقي، انت يا واد يا اسمر يا قلبي شغلتني. ما تيلا يا بنت سيدي ارحمتي. را 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 را. هل السبع كان فين لما الديب شرب من الدني؟ غاب الوتي لمت تلبها السبع جوا غاب. هل احنا كنا تلاتة طلعنا الجبل نصطاد
قال احنا كنا مظبوط ثلاثة يا جدع، اني وتعمى وزغدانة. قال احنا كنا ثلاثة. زغدانة ايه وتعمى ايه؟ خراب يا دنيا عمر يا نفوخي. لا 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 تعمى، لا خليك حلوة، خليك تعمى كده حطياريها. هي اهدي يا راجل دماغي. طب ما تطير ولا تعمل، بس بقى ما تسيبنيش في الهم مع بنتك وتمشي. اسكتي، احنا هنمشي كلنا. ولا حودة لسه وصلني لحد بره والسابع على هناك، وقال لي لازم نمشي واحد واحد عشان ما نلفتوش النظر. نظر ايه يا راجل؟ في ايه ولا ايه؟ في ايه؟ بنقول لك عاملين اعلى دماغ. الله، انت هتناضيني كلمه كلمه ولا ايه؟ طب يا اخويا خش بقى شوف بنتك يا حبيبي اللي بتفك البقجة بعد ما ربطناها. تفك البقجة ليه؟ انا عارفة ليه؟ ما تخش بقى تتصرف معاه وتشوف الاحسن. انا خلاص انا غلبت، حطيت صواب العشرة في الشق منها. انا لا قادر استحملك ولا استحمل بنتك دي. ايوه عليك يا وليه، دماغي دماغي مش مستحملة بالراحة بالهداوة. فطميني ايه اللي حصل؟ كنتش رجعت في كلامها عن الولا حودة؟ الله، ما انت فايق اهو. الله الله الله، يا نهار اسود ومقندل بستين قندول. دي بنتك دي تبقى طقت في دماغها. قال ايه؟ موندي جاي يخطبها منك دلوقتي. موندي؟ 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 لا، تبقى البنت زغدانة دماغها طقت بحقها وحقيقي. امتى حصل الكلام ده طعمه؟ يا اخويا سابتني شويه ورجعت اخر زقطاطه. قال ايه؟ موندي اشتغل وجاي يطلب ايدها منك. ابو الولا حوده، الولا حوده عامل معايا احلى واجب. ده مديني مزاج للدماغ يكفيني يجي اسبوع بحاله. دماغ ايه وهباب ايه؟ احنا في الدماغ دلوقتي؟ احنا في المصيبة اللي هتطبل على دماغنا كلنا. ايش 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 ايه السواء ده كله سودانة؟ انت مش شفت امي وانت داخل؟ ايوه شفتها. خلاص تبقى لك. قالت عليا زغدانة. عن مونتي يابا. بنقول لك ايه بقى؟ اما والده خلاص خلصنا منه وقفلنا بابه، وانت اللي قفلتي بابه بعظمه لساني وخليتيني اتفقت مع الولا حود على كل حاجه. يابا احنا لسه على البر، يعني لا في شبكه ولا كاتب كتاب ولا حتى لبسنا دبه. لا على البر ولا في البحر. الكلام ده عين امك كنت تقوليه قبل ما اتفق مع الولا حوده واديله كلمتي، وطبعا ده كان بعد قولك. انا سحبتها. انا بقى ما نقدرش نسحب كلمتي مع حوده. يابا انا اللي هنتجوز يابا. وبعدين موندي كان عنده ظروف، ما كانش بيشتغل، يعني كان يجي يتقدم لك وهو عواطلي. زغدانة اسمعينا بنت، الموضوع ده انتهى وفات اوانه. يابا صدقني أنا ما كنتش نعرف حاجة. طب خلينا في المهم، بذمتك يابا مش بنتك حلوة وعاملة زي عروسة البحر؟ عروسة البحر لما تلهفك وتاخد أجرك وتخلصني منك. بص عليك يابا، ده بدل ما تقف جنبي. هو أنا مش بنتك؟ أقف جنبك قصاد مين؟ قصاد الولا حودة؟ ما تدافعش عنه، ولا هو يعني عشان بيروق لك الأناني. رخص يا بنت، رخصر دماغك. خرست خرست وما حقوقالك يابا. بس يابا أنا ما بنحبش حودة، ومتأكدة كمان إن أنت مستخسرني فيه. يابا حودة ده صايع وبلطجي. وضايع ورزق ومجرم، بس شريكة زغدانة. وموندي كمان شاريني يابا، والأهم بقى من كل ده إنني كمان شارياه. وإذا كان على حودة أني هروح نتكلم معه ونقوله على كل حاجة. يا بنت انت ناوية تنقطيني؟ تقولي له ايه؟ إذا كان مستنينا نروح له كلنا هناك. يابا ده مولدي جاي يخطبني منكم النهاردة، وإذا كان على شوية الهلافيت اللي حودة بيخوفنا بيهم، إحنا نسيب لهم المطرح خالص
ونروح نقعدوا عند بنت. ايوه يا جدعان، ايوه اصرخ عشان البلد كلها تسمعني. يا بنت افهمي، ده كان الولا حود عملها مجزره وصور فيها قتيل، ده عين الناس كلها، وانا كنت معاه اني فرحكم الاسبوع الجاي. اطمن يابا وسيب حود عليا انا. انا زغدانه بتكون يعني قد وقدود. يا وحش يا وحش يا شاهد هذا الخميس، انت هتغني لي؟ حاضر يا ريس. سيء كده وعايز كله يبقى تمام، عايزهم يجوا يلاقوا البيت مش ناقصه حاجه. انا تشوف راس حوده. راس حوده، راس حوده تعالى. الزغدانه تحت عزاك يا ريس. طب ما تطلعوش ليه؟ اصل لوحدها يا ريس. لوحدها؟ كان يا ست العرايس. متشكرة يا حودة. حماية عمل بالنصيحة وبعتك انت الأول علشان ما نلفتش النظر. هما جايين وراكي مش كده؟ أبويا وأمي مش جايين ورايا، وأني راجع على العشة تاني. حصل حاجة كفل الشر؟ حصل يا حوت. عايزة تقولي ايه يا بنت الناس؟ عايزة نقولك اني بنعزك قوي. خش في الموضوع، خش في القصة وما تحطليش طعم في الكلام يا زغدانة. بقولك ايه، ما تبرقليش وسيبني اقولك الكلمتين اللي جاي نقولهم لك. اني عايزة نقولك اني بنعزك وانك زي اخويا وبس. اخوكي؟ اخوكي واحنا فرحنا بعد جمعة وانت قلت بوافقة. زلت لسان واني سحبتها. سحبتيها؟ هي سندارة ترميها وتسحبيها زي ما انت عايزة؟ ده جواز، جواز يا زغدانة. ما هو عشان جواز يا حودة وعشرة عمر، اني ما نقدرش نعيش وياك وقلبي مع واحد تاني. وقادرة تقوليها؟ بنقولها في وشك احسن من نقولها من وراك. وخلصت القول وخلصت القصة. أني خطوبتي على موندي دلوقتي. أيوه كنت عاملاني سقالة عد عليها موندي عشان يوصلك مش كده؟ طب عليا النعم. خلفانك مش هيمشي عليا. وكويس قوي إني جاي أقولك الكلام ده بنفسي. أبويا وأمي بعيد عن الموضوع ده خالص، عشان الموضوع ده يخصني أني لوحدي. يخصني أني كمان يا زغدانة؟ لو يخصك يبقى من الآخر كده يفتح الله مش هنتجوزك يا حودة. وخلينا اخوات احسن. اخوات؟ ومطلوب مني امشي لزفتك انتي وعريس الغفله مش كده؟ ما تغلطش، فوتك بعافيه. ماشي ماشي يا بنت الكومي. يا عشائي نبي صنوا على جماله، دي عروسة البيت تعالوا ننسى النيل قالوا ادي نور جمالها اهو وها ما شاء الله فجية أهل اللطفة والمفهومية، اجعلها ليلة مملكة كريم. لا 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 لا
سيمونتي. ازيك يا زين؟ كويس انك لسه فاكر اسمي. انت ايه اللي موقفك هنا يا زين؟ اصلا عايزه نتكلموا معاك. هنتكلموا في ايه؟ مش عارفه. متهيألي اختي اللي انت بتعمليه ده غلط. اصل ممكن حد يشوفك كده ولا كده يلسن عليكي بالكلام، وخصوصا ان انت لسه صغيره. صغيره؟ مين قال ان انا لسه صغيره يا سيمونتي؟ اني واشمعنى بقى بلطيه؟ اشمعنى بلطيه في ايه بالظبط؟ اشمعنى يعني بتديها ريح حلو لما بتنزل لك الاكل؟ ومين قال لك انني بديديها ريح حلو؟ وبعدين حكايه الاكل دي مش هتتكرر تاني، واني لما يجي الرئيس بوري هنبلغه. طب اوعى تقول له بقى انني يعني نظفت لك الاوضه وغسلت لك الهدوم وكتبت لك الجواب. قطعه يا سيمونتي. هو انت اللي كتبتي ال ايوه. امال كنت فاكر حد تاني؟ واذا بقى سالت بلطيه هتعرف انها لا بتعرف تكتب ولا تقرا. سيموندي، انت صحيح يعني لمحت كده يعني لابويا انك عايز تناسبه؟ نعم يا اختي. وانت مين يا بنت اللي قالك حاجه زي كده؟ سيموندي، انا عايزه نقول لك يعني انني من ساعة ما شفتك واني طب بس 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 وياكي تكملي. اسمع اما اقولك يا زينة، لما يجي ابوكي بلغيه انني هنعزل من هنا بكرة. ها؟ وكن سندنا وعددنا في السنين العود.